والله كفتنا هنا صاع قبل ما نيجي. انا شخصيا قايل انه لا يجوز التشكيك في وطني الحالي، ده مبدا احنا متفقين عليه مش هنتكلم عليه. احنا قاعدين مع بعض 5 سنين، امبارح انا كنت بقول لدوود وبقول له ان ما ينفعش ابدا احنا ما احناش فريقين كوره قدام بعض يا جماعه، احنا لازم نبقى جوه القاعه شكلنا افضل عشان الناس اللي بره ونختلف براحتنا بعد كده محترمين والتسقيف يا محمد فين حلو يا جماعه لان جوه دي ده مش انت مش